اقول لك مبروك النهارده تريزيجيه تاهل. شفت المباراه ازاي؟ والمباراه كانت صعبه جدا، والفريق كان فريق عنيد، فريق يانج افريكانز، وفي نفس الوقت ضربات المعاناه الترجيحيه في اخر المباراه. طبعا كانت مباراه صعبه جدا. فريق يانج افريكا ده فريق كويس جدا، لو كان كمل في البطوله كان ممكن يعمل عقف في البطوله، بس الحمد لله قدرنا نعدي منه الحمد لله. كابتن يوسف قال لك ايه لما نزلت في التغيير الشوط الثاني؟ كابتن يوسف قال لي العب هاف رايت وانزل عدي، العب لعبك مش مشكله، زودنا انت اللي هتكسبنا، وان شاء الله باذن الله الحمد لله كان واحد لسه الحمد لله فريق جسمي. وانت داخل سدد ضربه الجزاء صغر سنك، وفي نفس الوقت خدت المرحله دي قبل كده، الحمد لله كنت مركز وكنت محدد هدفك هتشوط فين. طبعا داخل مركز وكل حاجه وحاططها بعيد عن الجون، يعني الجون حتى لو اروح معاه ما يجيبهاش، والحمد لله ربنا كان موفقني فيها الحمد لله. الختام بقى، اللعيبه دلوقتي جوه اوضه اللبس والجهاز الفني، قلتوا ايه بعد المباراه؟ مفيش، باركنا لبعض ونفكر ان شاء الله عندنا ماتش يوم الخميس نركز فيه، هنركز فيه ان شاء الله، وان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله نتهل الجمهور باذن الله. بعد المباراه عملت؟ لا، هو ده ضربه جزاء رقم 23 بتاعهم جه قعد يعمل لنا مش هيكسبوا مش هيكسبوا، فانا كنت الناس هناك اللي قاعدين بيتفرجوا اللي هم المصريين وكده كانوا قلقانين، فانا بقول لهم هذبحهم هذبحهم ما تخافوش يعني من حاجه، والحمد لله ده احنا مبروك يا تريزيجيه.